بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أشكركم على تفاعلكم الدائم مع صفحتي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري. بناء على طلب مجموعة من متتبعي الصفحة، قررت إنشاء قناة يكون الهدف منها هو مشاركة المعلومات والأخبار والمستجدات التربوية مع كافة الأساتذة والأستاذات، وكذا مشاركة معلومات والدروس مع الطلبة والطالبات المقبلين على مباراة التعليم، وخاصة سلك التعليم الابتدائي. إذا أدعوكم للمشاركة في القناة، للضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد القناة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.